مرض المخرص ما يسمى بمرض الملوك. علاش؟ حيث كيجي نتيجة على إفراط في التغذية، وأنه جميع الناس اللي أزالهم يأكلوا قاعدة هيوت يأكلوا دسام بزاف، يأكلوا فرماج، داك الفرماج دو غراند كاليتي كبار ولا شي، يقدر يجيهم المطقروس. الناس اللي كياكلوا الغنمي بزاف والشحمه بزاف، الناس اللي كياكلوا النقانيق بزاف ولا شاركوتري ولا شي، تقدر تجيهم مرض المطقروس. الناس اللي كياكلوا السمان وكياكلوا جميع الطيور الصغيره ديال القنص، يقدروا يجيهم هذا الشيء. زيد على هذا الشيء اللي كياكلوا الكبد، اللي كياكلوا المصارم، اللي كياكلوا لي تريب، كاع لي تريب التقليه وداك الشيء، فيها واحد النسبه ديال الحامض البولي لاسيد اوريك طالعه، يقدر يقيس جميع المفاصل. يقدر يجيك دون ان جلو، يجي عندك شي نهار شي واحد له ركبه منفوخه، وتقدر تكون من كريز دو غوت، هي مرض المقرص. كاين بعض المواد اللي فيها نسبة ديال الحامض البولي لاسيد يوريك مرتفعة. احنا الدات ديالنا ما كيقدرش يميتابوليزي، ما كيقدرش يحرق هذيك المادة، وإلا كثرات في الدم كتهود لتحت. علاش؟ حيت هذيك الحامض البولي كيولي يسو ترانسفورم اون سيل، فهمتي، كيولي املاح، كيولي املاح ديال الحامض البولي. وداك الاملاح ديال الحامض البولي كينزلوا هذاك المفصل ياك باغ بيزونتور، كيعود هكا اكتيريا كيمشي للصبع الكبير ديال الرجل، ولكن ما كيمنعش انه هذاك الالتهاب يقدر يصيب جميع المفاصل، غير 90 ولا 95% كيكون في لوغوزورت. المقروص هي الام نفخ وانتفاخ في المفصل، والم فظيع ثم شديد، وذاك الانتفاخ كيكون عنده واحد الكاركتيرستيك انه احمر. العلاج ديال مرض المقروص هي اولا خصنا بعد ما شخصنا هذا المرض كاين لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويدين زي ان اف، هما دواء ادويه مضاده للالتهاب، او لا لاكورتيسين تاهي سي ان انتي انفلاماتوار لكن ماشي نون ستيرويديا. ومن بعد كنعطيو زيلوريك، واحد الماده اللي كتنقص الحموضه ياك في الدات، وكتطيح داك الحامض البولي.